نروح لجزء اخر في التحكيم، والجزء الاخر في التحكيم دايما بيتم تناول النادي الاهلي بيه بشكل او باخر. مباراه بين بيراميدز وفريق الاتحاد السكندري، فريق الاتحاد بيفوز بهدفين، طبعا هدف رائع جدا لعمار حمدي، هدف مارادوني زي ما بيقولوا، ولكن لازم يتم الزج باسم النادي الاهلي والدفع باسم النادي الاهلي في المجاملات التحكيميه. كره حسبها حكم المباراه ركله جزاء على رمضان صبحي، حكم الفار قال له تعالى شوفها بنفسك، فالحكم شاف ان قراره خاطئ، وانا هنا مش بصدد اقول القرار ده صح ولا القرار ده غلط، لان الامر لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد. احنا يعنينا في الامر ممكن عمار حمدي لانه لاعب معار وابن النادي الاهلي، او ابن من ابناء النادي الاهلي ولاعب معار، فلما يجيب هدف حلو يهمنا ان احنا نشجعه عليه. لكن يتاخد الموضوع لسكه اصل لو لون التيشيرت اختلف، طبعا رمضان صبحي ما لبسش تيشيرت في مصر للنادي الاهلي، فبالتالي كيتحسب ركله جزاء. اعتقد ده ما ينفعش نعديه هنا في الاهلي خط احمر. نشوف تصريح كابتن جمال حمزه ونرجع نعقب. يعني بتاع رمضان صبحي امبارح ضربه جزاء مليون في الميه. ما انا بقى عايز اتكلم في حته رمضان صبحي دي، ما فيهاش مشكله خالص ان هو يعني مش عايز اقول بس كلام صعب شويه، لا مفيش صعب ولا حاجه، هو الـ الـ يعني رمضان متعود على لعبه وهو في النادي الاهلي تمام، فلو دي في النادي الاهلي هتحسب ضربه جزاء مليار في الميه. اشمعنى؟ لا في حاجات ثانيه يعني، في حاجات كتيره قوي بتتدخل في الناس، بس على فكره جيمي كانت بتبقى خايفه من الاعلام، مش بالضروره على فكره والله الجمهور لا في حاجات لا في حاجات بس بتفرق. خد بالك مش بالضروره بيحسب للاهلي، اصل خد بالك ده بيحصل مع نادي الزمالك، ده قرار برضه نادي الزمالك برضه بيتجامل طبعا اكيد، لا مش بيتجامل، لا مار. لا الحكم دايما في دماغه بيخاف ان الجمهور في ضغط جماهيري، في ضغط اعلامي، فدايما بيبقى يعني بيبقى حاطط في دماغه وهو بيحسب اي قرار فانيله الزمالك وفانيله الاهلي. شوف يا كابتن جمال، انت لبست تيشيرت النادي الاهلي في يوم من الايام لكن ما كملتش ومش وما لعبتش ولا مباراه وخرجت من المعسكر، فانت هنا محسوب قلبا وقالبا لنادي الزمالك، فبالتالي انت تقول ان الحكام ممكن يهابوا تيشيرت نادي الزمالك زي تصريحات كتير جدا على راسها مثلا احمد عيد عبد الملك لما قال لما كنت لابس تيشيرت الزمالك كانت الحكام بتخاف مني، ده شان يعنيك ومش لينا دخل فيه. لكن انك كمان تقول اصل الجماهير النادي الاهلي بتتجامل، لا هنا لازم واقفه، لان الحقيقه عندنا واقع رمضان صبحي هو بتيشيرت النادي الاهلي فارس اتجامل فيها ولا ما اتجاملش، نطلع ونشوف الفيديو ونرجع نعقب. دي ضربه جزاء لم تحتسب. ماسك يا كابتن. نعم تمام تمام. جزاء. انا كان نفسي صباحي يحسبها. نعم. انه عامل ماتش كويس جدا، ما عندوش حاجه خضراء غير هي دي. بالظبط. نعم. اعتقد ده رمضان صبحي وبتيشيرت الاهلي والمخالفه واضحه وما اتحسبتش وما فرقش خالص هو في بيراميدز ولا في النادي الاهلي، فرق بس كابتن جمال ان حضرتك تاخد بونت عند الجمهور، وزي ما قال احمد فيما يخص نادي الزمالك بيتجامل او لا الزمالك يرد، ولكن النادي الاهلي لما تيجي تتكلم عليه تتكلم بمنطق مش تصريحات مرسله وانا قاعد في الاستوديو عايز اضربها عشان تفرقع وخلاص.